من هنا من منطقة نجران وبالتحديد من المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران، لنتحدث اليوم عن نهائي دوري صحة نجران 2020 والفعاليات المصاحبة للنهائي اليوم. بجانبي الأستاذ علي الجليدان المتحدث الرسمي لصحة نجران، رحب فيك أستاذ علي معنا عبر شاشة قناة الإخبارية. بودنا أن تحدثنا عن دوري صحة نجران 2020 وكم عدد الفرق المشاركة في هذا الدوري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله. أول شيء الله يحييك أستاذ عبد الرحيم، ونقول لك صباح الخير وللزملاء في الاستديو ولجميع السادة المشاهدين. طبعا دوري صحة نجران انطلق في 10 فبراير بتوجيه ومتابعة من سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران الأستاذ خالد بن عياض العسيري وسعادة نائبه الدكتور إبراهيم بن صالح بن هميم. طبعا شارك في هذه البطولة أكثر من 120 موظف متوزعين على 7 فرق مشاركة في الدوري من مختلف القطاعات الصحية في منطقة نجران. كيف ترون الإقبال الجماهيري على هذه الدورة؟ حقيقة الإقبال الجماهيري كان علامة فارقة في هذه البطولة وسر من أسرار نجاح البطولة. حقيقة أنهم بالرغم من التقلبات الجوية اللي كانت في الفترة السابقة إلا أن حضورهم أحدث أجواء تنافسية كبيرة ما بين الفرق من بداية البطولة. هناك فعاليات مصاحبة للنهائي اليوم، حدثنا عن هذه الفعاليات. عندنا فعالية تحدي المشي تحت شعار امشي 30، سيتم بمشيئة الله تدشينها قبل المباراة النهائية. سيتم تسجيل بيانات المشاركين، سيتم تحميل تطبيق صحتي والبدء بالمشي 8000 خطوة. طبعا صحة نجران تهدف من خلال هذه الفعالية إلى تعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي، وبالتزامن مع الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة في مختلف مدن ومحافظات المملكة تماشيا مع رؤية الوطن 2030 لزيادة الوعي الصحي لدى كافة شرائح المجتمع. هل هناك دعم من جهات أخرى خارج المجال الصحي؟ حقيقة في دعم مقدم من إدارة نادي الأخدود يشكرون عليه، وافقوا على إقامة هذه البطولة في مرافق النادي، وهذا برضو من أسباب نجاح هذه البطولة، بالإضافة إلى تعيين حكام معتمدين من مكتب هيئة الرياضة العامة بمنطقة نجران، فلهم منا جزيل الشكر ولا هي بغريبة عليهم. كلمة أخيرة أستاذ علي. نشكركم أول شيء قناة الإخبارية، ويسرنا من خلال هذا المنبر الإخباري المميز دعوة الجميع لحضور المباراة النهائية اليوم الساعة 7 مساء والمشاركة معنا في جميع الفعاليات المصاحبة لهذا الحفل الختامي. يعطيك العافية، شكرا لك. يعافيك، شكرا. إذن هذا كان حديث الأستاذ علي الجليدان المتحدث الرسمي بصحة نجران، وأيضا بدورنا أن نقدم الدعوة لكم عبد الإله وسارة لحضور هذه الفعاليات اليوم معنا في ملاعب نادي الأخدود الرياضي. نعود الآن. يعطيك العافية.